فلاش الكان على انفاس بريس، اهلا بكم. حقق اشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني ولاعب باريس سان جيرمان انجازا غير مسبوق كاول مدافع مغربي يسجل 3 أهداف في بطولة الكان، ويملك حكيمي 9 أهداف في 70 مباراة خاضها رفقة اسود الاطلس. تنطلق اليوم مباريات الجولة 3 الحاسمة والختامية من دوري مجموعات كأس أمم أفريقيا، ويواجه منتخب نيجيريا غينيا بيساو ابتداء من الساعة 6، في حين يلاقي الكوت ديفوار غينيا الاستوائية في نفس التوقيت. على الساعة 9 يلاقي منتخب غانا الموزمبيق وعينه في اقتناص النقاط 3 لضمان التأهل، وفي الوقت ذاته يلاقي المنتخب المصري نظيره الرأس الأخضر في مباراة مصيرية لضمان التأهل. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سفر قائد المنتخب محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة الفراعنة والكاب فيردي لمواصلة العلاج هناك على أمر لحقه بأبناء النيل في حال تأهلهم إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.